من LG. واليوم نحن we're celebrating International Women's Day, وحبينا نكرم بمناسبة هيدي الأوكيجن اثنين من الميديا سين بلبنان اللي عملوا كتير achievements مهمين, مسز جمانة حداد ومسز ريمان جيم. وذي ريزن نحن لينا قيناهن لنكرمهن اليوم هو كرمال كل الاتشيفمنتس اللي عملوهن بالاندستري تبعهن, إن كان جمانة أو ريما. وهذا الشيء بيطابق طبعا مع نحن الفاليو تبعنا بال جي, دائما وي لاف تو سبورت وومن بكل شيء بيعملوه, وحبينا نتذكرهم اليوم بمناسبه يوم المراه العالمي. بدي اشكر ال جي كثير على هالمناسبه الحلوه اللي جمعتني بصديقه قديمه جمانة حداد. بدي اقول لها كمان مبروك, مبروك لكل امرأة قادرة تكون علامة فارقة بمحيطها وبالمجتمع اللبناني. المرأة مش دايما نقطة ضعف, هي نقطة قوة, والأنوثة كمان والجمال كمان والثقافة كمان. بتمنى لكل النساء بالعالم وبلبنان تحديدا انه يبلشوا يوثقوا بحالهم أكثر ويعبروا عن حالهم أكثر ويوصلوا لأهم المناصب أكثر. وأهم شيء كل مرة بتكرم فيها بتأكد انه الكلام هالقد مهم والكلمة هالقد بتأثر وممكن تغير مش بس فينا, بمجتمع بكامله. صار لازم نقول لا على صوت عالي ونخبر أخبارنا على صوت عالي. اليوم لو ما الإعلام هالقد اهتم بقضية التعنيف ضد المرأة ما كنا نجحنا كتير بالمظاهرة مؤخرا, وما كان الصوت عالي هالقد. بفتكر صرنا منخجل مجلس النواب ومنخجل أصحاب القوانين الخشبية. إن شاء الله بعد أكثر.